الاتجاه الطبيعي، لان في الاخر الشعب المصري بمكوناته هو الاهلي والزمالك، وبالتالي ان الاثنين يكونوا رايحين في اتجاه واحد يكون بينهم الاحترام وبينهم التقدير، ده حاجه تخدم البلد، وده اكيد هدف وطني للنادي الاهلي بشكل كبير جدا ان ازاي تبقى سبورت البلد. فده اساس. انما انت تتمنى ان الناس ما تهاجمش في القنوات، تتمنى ان الناس ما تتكلمش، تقعدش تعيد وتزيد في حاجات غريبه جدا غير مفهومه في توقيتات ما لهاش اي معنى ولا اي لازمه. كل ده على فكره بيأثر، لان كل ده لما بيطلع جمهور كل فرقه بقى بياخده ويبتدي يتناوله ويبتدي يشتغل، فالتاني يرد عليه ويبتدي نخش بقى وده، وبعدين كده نقول ايه ده في يعني احتقان او في او في او في. احنا ملتزمين. امبارح حصل موقف الحقيقه، كان نادي الزمالك الحقيقه كان قدم التحيه والتقدير والتهنئه، وقدم تهنئه صحيح بالظبط كده للمجلس اداره النادي الاهلي، والحقيقه قبلت، واحنا يعني في الاستاد بنتنقل للمطار في المغرب الحقيقه بشكل طيب جدا بينا وبين بعض كمجلس اداره، وكنا الحقيقه سعداء جدا في الخطوه. حصل موقف عرفناه ان في حد من على موقع الرسمي لقناه النادي الاهلي كتب الحقيقه يعني كلمه او كتب حاجه ما كانتش الحقيقه لطيفه خالص. على الفور تم الاتصال بالشركه المشرفه على اداره ملف قناه النادي الاهلي، لان الحقيقه قناه النادي الاهلي تخضع الى اداره كامله بتعاقدات مباشره، وتم اتخاذ الاجراءات فورا من قبل الشركه الحقيقه، اللي بمجرد ما كلمناهم لقيناهم هم اوريدي واخدين قراراتهم، وتم ايقاف الحد الشخص اللي هو اللي كان الحقيقه كتب الكلام ده، وتم تحويله للتحقيق، وتم رفع البوست اللي كان مكتوب وبالتالي ده. بس نتمنى في نفس التوقيت انه تبقى الناس برضو على قناه نادي الزمالك تبقى بنفس الطريقه وبنفس الاسلوب، قصه الهجوم والتعاملات اللي بشكل مباشر، والتعاملات مع تملي النادي الاهلي ومع ان انا تملي بهاجم وبعمل. انا اتمنى ان كل نادي الهدف طبيعي من انشاء اي قناه هو الانتشار للنادي بتاعه طبعا، ان هو بيسرد التاريخ بس غير الاساءه للاخرين، يعني ما انا اتكلم عن الفريق طبعًا بتاعي زي طبعًا ما انا عايز، ولكن لا اقترب طبعًا من الاخرين، مش كده؟ هو حضرتك ان احنا بنتكلم الاخر عن روح رياضيه ومنافسه. هو انت مش بتعمل القناه عشان تتكلم على فريقك، هو انت بتعمل القناه عشان تتكلم على تاريخك، على تاريخ مؤسسه بالكامل، على اسمها، على تاريخها، على ان انت بتحكي للاجيال اللي جايه مين هو النادي دوت وبيعمل ايه وايه بطولاته وخد ايه وعمل ايه واتبنى ازاي وقراراته كانت بتطلع ازاي وكل الكلام ده كله، وبتكمل على ده بقى في المواقف الجديده والقرارات الجديده، وان كان انشاء شركات او انشاء مثلا متاحف او انشاء مشروعات جديده او افتتاحات او توسعات بتتم على الارض داخل المؤسسه مع نجاحاتها على مستوى اداره ملفاتها بالكامل. هو ده القناه الهدف منها، الهدف من القناه الحقيقه الاساءات او الكلام ده. لو الناس الحقيقه كلها ترفعت وتعاملت مع الموضوع كله بشكل الحقيقه متميز، اعتقد ان احنا ممكن نوصل لنتائج سريعه جدا خلال الفتره الجايه. لو الناس ما ترفعتش وفضلنا بقى كل واحد بيحاول يكسب بونت على الثاني ويقول لا انا واخد مواقف كويسه بس الطرف الاخر الحقيقه مش متحرك معايا والكلام ده، هتفضل الحياه بنفس الطريقه وبنفس الوتيره. واحنا دلوقتي في الجمهوريه الجديده، الجمهوريه الجديده يعني كل المصريين مع بعض بدون طبعًا خلافات طبعًا بدون مشاكل ما عدا اياهم اللي هم مش معانا، ولكن كل المصريين مع بعض. احنا كمان نتمنى مراجعه بعض يعني الحاجات اللي بتتم على قناه نادي الزمالك، لان انا الحقيقه شايف ان الكابتن حسين لبيب الحقيقه ومجلس ادارته المفروض يعني بادئين بيتعاملوا بشكل طيب وبشكل متميز جدا، والحقيقه هو ارسل تهنئه لكل مجلس الاداره بشكل مباشر كمان خلاف البيان على تليفوناتهم الشخصيه، فدي في حد ذاته كانت حاجه الحقيقه محترمه جدا منه، وقبلت بشكل بسرحاب كبير خد بالك من اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي ومن الكابتن محمود الخطيب نفسه. نعم. تمام. انما اتفاجئنا بانه يعني لا يعني تهاني شخصيه لحضراتكم غير البيان الرسمي طبعا النادي الزمالك طبعا دي حاجه محترمه طبعا احنا بنحترم دوت وبنقدر دوت يعني. نعم. بس اتفاجئنا ان لما حد اخطا في القناه مش عارف طلع بعد كده وقالوا سحبوا التهنئه، يعني كنت اتمنى انه يعني الناس يعني تدي مساحه من الوقت ليه؟ لان اكيد ما كانش حد هيرتضي ان يبقى في حاجه زي كده وكان هياخد موقف فورا يعني. وهو ده اللي حصل بالفعل على فكره من قبل ما هم يسحبوا البيان. يعني مجرد ما المعلومه جت الحقيقه للكابتن محمود الخطيب الراجل اتحرك فورا على فكره، يعني يمكن كان قاعدين جنب بعض في الطياره فورا
فورا نتعامل مع الملف والناس اتصلت والناس شافت وايه الكلام دوت وازاي والكلام ده ما ينفعش والكلام ده ودي فرحتنا ودي ليلتنا واحنا ازاي مش عايزين حد يعني نخش نعمل اي مشكله مع اي حد ولا اضراب بل بالعكس احنا مبسوطين واحنا عايزين نفرح واحنا نادي الزمالك مش طرف معانا في هذه المباراه ولا الكلام ده كله وبالتالي ما فيش ما يستدعي ان احنا يعني يبقى في اي حتى نوع من انواع الاتهام سواء هم طرف في مباراه او حتى لو مش طرف في المباراه تمام ده بشكل عام انما الحمد لله الامور طيبه والناس فرحانه في الشارع الحقيقه كنا مبسوطين جدا لما نزلنا النهارده لقينا الحقيقه استقبال بشكل طيب وبشكل كويس لا والسيد وزير الشباب والرياضه والسيد وزير الطيران كانوا بيقابلوك طبعا نعم بالظبط كده وبالتالي كمان لقينا الاهم كمان بيني وبينك الفرحه اللي في عيون المصريين الفرحه اللي في عيون كل الناس وانت ماشي في اتجاه بيتك ومروح والناس بتشاور لك وبتبارك لك والناس فرحانه والكلام ده كله انك تدخل الفرحه على انسان بطبيعه الحال دي حاجه احساس جميل جدا فان انت ربنا يكرمك وتدخل فرحه على جموع المصريين او على الغالبيه العظمى من المصريين دي اعتقد حاجه يعني بتسعدك داخليا وبتحسسك